شوف بلك عم واقفين بالنص بينكم وساكتين ايش حقه؟ قولوا خلونا نفهم شو السالفة. والله عمي سعود صراحة أنا ويوسف بغيرك في موضوع مهم وحساس وما في حد بيحل هالموضوع غيرك. بدون مقدمات بدون مقدمات أعطوني الموضوع شو السالفة؟ عمي الموضوع يخص نوال، أنا ما أبغى أتزوجها. أفا ليش يا ولدي؟ ليش؟ بلاها نوال تراها بنت طيبة وأخلاقها عالية، وإذا على لسانها الطويل عقب الزواج بتتعدل. لا 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 عمي مو بشي السالفة، السالفة ما فيها أن نوال ما تحب يوسف. ليش؟ ما أدري يعني، ولا تبغى الصدق عمي سعود؟ نوال تحبني وأنا أحبها وناوي نتزوج. شو؟ شو تقول؟ شو تخربط؟ وإعجابك في ناريمان؟ ناريمان أختي وعزيزة وغالية، وأنا أعتبرها شرات أختي. أنا ما أدري ليش أنتم فاهمين الموضوع غلط، ما في إعجاب بيني وبينها عمي. يعني طول هالمدة فاهمين غلط؟ لا يا عمي أنتم فاهمين الموضوع كبرى غلط. شوف ليش ما خبرتونا من الأول؟ ليش ما قلتوا نطقتوا أنتوا تحرون نحن ضدكم؟ ترى نحن مسوين كل هالسالفة هذه عشان نفرحكم. عمي ما قلنا عشان ما نكسر بخاطركم وقتها، بس الحين موضوع الزواج لا يمكن أن يتم. لا حول ولا قوة إلا بالله، هاي السالفة هذه مرة واحدة كذي فاجأتوني بصراحة. لازم أخبرهم، لازم أقول لهم، ولو أني أنا أدري أنهم بيتضايقون وبيزعلون بصراحة. لحو يعني في الحقيقة يعني أنتوا تتعرفون أن الزواج قسمة ونصيب، نحن كل اللي سويناه قبل يعني علشان نسعد عيالنا ونفرحهم، وفي الواقع يعني اللي صار الحين يعني أتمنى أنكم تستوعبون اللي أنا بقوله، لأن يعني الموضوع مهم. يعني هو اللي يعني راجح ما يبغي يتزوج ناريمان ويبغي نوال، ويوسف ما يبغي يتزوج بالمرة، بطل جربة. يا أبوي خلني أفهمك، هدأ شوي، هدأ. شو تفهمني؟ شو تفهمني يا يسوف؟ تفهمني أنك مو بكفو؟ هل أبوك استحى على وجهك؟ عطيتك اللي تبغيه، خليتك تسوي وتشتغل اللي تباه، وآخرته تكسر كلمتي قدام الرجال؟ كيف تباني أتزوج أبوي؟ أنا بعدني ما استقريت، ما عندي وظيفة ثابتة. البلاد متروسة وظايف، والشركات ما ترد المواطنين، واللي يبغي الصلاة أبوي ما تفوته. بس نوالو تبغى راجح، ما تباني أنا. سد حلجك، لا قص لسانك قص، لا تطلع رمسات على بنتي. وناريمان زنباية، تقدر تقول لي البنت بتحبك وشرياك ترفضها بالشكل ده؟ أنا ما أعرفش أنت عملت كده ليه. أنا عملت كده ليه؟ أنتوا اللي عملتوا مو أنا. يا جماعة اهدوا اهدوا، انتوا ترمسون عن الزواج، هذا زواج، ما في شيء غصب بالزواج. السالفه سالفه هذا يسوف، قلت هذا ولدي العاقل الرزين اللي ما يرد لي كلمه، لكن اخ حسافه حسافه، خاب الرجال فيك. انت ابوي كله ما اخذنا بصراخ وعصبيه، ما بتزوج مو بغصب. لا تطالعوني. ايش حقي يا بني يا سود؟ يعني يرضيك هذا اللي صار؟ تشوفني انا سويت شيء غلط؟ يجفيه بجدامكم ويعطيني ظهره ويروح؟ يا ريال اهدى اهدى، بارك الله فيك. ودي ودي اشرب، انت اشرب الماي، اهدى هدي نفسك. الولد يعني الحين عرف نفسه انه غلطان وبي باكر بيستسمح منك، لا تستوي تزعول عاد. بعدين الله يهديك، انت ما ترضى ان يوسف يتزوج وهو مو مستعد، ولا انه ياخذ وحده وهو ما يحبها. انت سمعت شو قال؟ انا عصبي، انا ما ادري ليش عيالي ما يشوفون ان انا احبهم وداريهم. بيتي يا سعود بيتي بعته علشان خاطره، بعد ما احبهم هذا شيء يسمونه مو بحب؟ ادري يا خلاص ادري، بس يعني انت بعد ما يصير انك على كل صغيره وكبيره تعصب، ما يصير تزاعد وتصارخ عليهم كذي. لا تنسى ان عيالك يعني يا وحليلهم عاشوا من غير ام، محتاجين يشوفون الجانب الحنون اللي فيك. ايش تبغينا نسوي يا سعود؟ يعني اخذهم احضنهم واطبطب عليهم لين ما يغفلون ويرقدون؟
ما أنا بقول لك شو تسوي، صبر شوي. استغفر الله. هذا الصندوق اللي أنا دافننه تذكر، قلت لك يا سعود، قلت لك إني دافن صندوقي هذا في بيتنا القديم، قلت لك. أدري أدري، هذا هو الذهب اللي أنت دافننه وتخاف حد يشوفه. أدري، أنا الحقيقة بغيت أعطيك هذا الصندوق عقب ما نظهر من الدار عشان تراوي عيالك ويعرفون إيش كثر تحبهم، بس أنا أشوف إن الحين وقته. ملاكم يا جماعة الخير، كنكم جالسين في عزة وزعلانين، خلاص يا جماعة وكلوا أمركم لله. أنت ما شفتم كيف اختبصوا يوم ظهروا من المكتب؟ ضاربوا إن عمي شاهين بيرفض وبنحط في موقف خايس وياه. حتى لو بيرفض بنكلمه مره ومرتين وثلاث، انت من اولها استسلمت؟ على الاقل رمز مو مثلك، اشوف لسانك ما طول قدام ابوك. تراني اتريا الوقت المناسب وبرمسه. انت يا نريمان شو رايك؟ ليش ساكته؟ عشان مش عايزه اكبر الموضوع. انا هوافق عشان المكتوب اكيد هيمشي. نريمان لا تعندين، ادري بك ما تبين تتزوجين راجع. وانت مالك انت؟ انت ليه بتقول كلام على لساني اساسا؟ ومين اللي قالك قوي ان انا مش هتجوز راجح؟ انت مالك انت ومالي؟ نريمان عشان خاطري لا تعاندين وارفضي، بس علشان عمي بيوم يفهم انك انت ما تبيني. عشان خاطري انا بعد يا نريمان. حاضر يا نوال. وانا بقنع ابويا باسلوبي الخاص، وبشوفك انت كيف بتقنع ابوك باسلوبك الخايس. بيا تعال يلا ما في وقت. ايش دراني وين صار هذا عنه؟ لا 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 ما بهاي، انا بهاي ها، هاي البنفسجية غاوية علي. ذقتش يا بيا. استغفر الله. الو، هلا شاهين. انت في البيت؟ لا مو في البيت، انا جاية هني الخياط ويا مسالم. في شيء؟ زي اسمعيني، يوسف ابوي هذا خلاص مهون عن العرس، ما يبغى نوال. شو يستهبل؟ اقول لك هو محتاج فلوس، إذا محتاج فلوس ترى بتيني جمعية بعد شهرين وبسلفه، ولا إنه يكنسل العرس. أي جمعية الله يهداك أنت؟ أقول لك مهون عن العرس، يقول ما بعرس خير شر. سالفة ثانية، راجح راجح يبغى يتقدم لنوال، يبغى يخطبها. راجح وما غيره؟ أبوي أنا مو بعاقب بنتي أيوزها أي حد، وبعدين أنت تعرف بنتك راسها يابس وما بتتزوج راجحه هذا. أنا أدري أدري يا بنت الحلال، حتى أنا رأيي كذي، بس أنا أقول إن بدال ما نوقف أنا وياك في طريقها ومستقبلها، شاوريها يمكن توافق عليه.